لقيتك موضوع هذه شرارة، موضوع الإنجليش والعربي، لقيتك تأثرت إنه لما قال لك إنه غنيت عربي حلو وما غنيت إنجليش حلو، يعني قال لك بالإنجليش أنت يوري كاراوكي سينجر. هل موضوع الإيفال اليوم غنيته بالعربي بيتعلق بهالشي؟ يعني أنت هلأ يعني أنت حدا عم بتقرب على خطوة إنك تغرب إنك تغني عربي تبطل تغني إنجليش؟ نايس مان. ولا حكي هذه شراره مان. انا ضدك. انا ضدك. انا معه. لا لا مش لانه انا انسان. انا انسان اول مره غنيت في فيها هي ستار اكاديمي. اوكي انا انسان بحب كثير الموسيقى. اوكي وكنت نفكر انه انا بعرف اختار ستايل اللي انا بحبه. بعرف يعني انا بحب ستايل اسمعه، يمكن ستايل اللي بسمعه ما بقدر اغنيه. انا بغلطك بشغله. لحظه بس وصلت على ستار اكاديمي. وصلت على ستار اكاديمي لا مش برونو مارس. وصلت على ستار اكاديمي. يمكن انه انا رح لو تنعطى لي فرصه اكثر انه اغني اطلع على مسرح اكثر من 10 مرات او اكثر من 11 مره او اكثر من 12 مره وات ايفر، يمكن انه اتحسن. اوكي بس مثل ما قال هادي شارة انه انا انسان ابن بيئته. انا سمعت اغاني كثير جزائري، سمعت اغاني كثير عربي جزائري اكثر شيء. تكون راسخة في دينتك، يعني قد ما تغنيها غلط اكيد انت من جاي من هذه البيئه تغنيها صح. عندك باز وعندك اشياء انه عندك كيف يقول عندك امكانيات انك تغنيها بطريقه حلوه. الانجليش يمكن انه تقدم فيه، ولكن انا اختياري اليوم اغنيه اني اغني جزائري اليوم، ومش لانه هادي شراره قال لي انه انت كاراوكي سينجر، ولكن انه هادي شراره قال لي انه انت غنيت منيح بالعربي. بس انا راح احاول انه احسن حالي. بس بنظري وبنظر هادي شراره كثير مرات انت برعد بالانجليش. صح. شو اوعى تفكر انك تبطل اللي انت تغني انجليش. اوعى تفكر انك تعمل كده. ما تفكر، انت بتنهي حياتك بالنسبه للفن. استخدم العربي مع الانجليش لو عايز تعمل اغاني فيها عربي وانجليش اوكي، لكن اساسك هو رقم واحد الانجليش. اوعى تفكر تعمل لو بده خلص ما قوي نفسك فيه ان شاء الله. لكن انت في الانجليش انا بقول لك من اول ما انت دخلت في الستار اكاديمي لغايه دلوقتي انا من وجهه نظري المتواضعه انت بتعمل برفورمانس وبتعمل اغاني ايا كان بقى، بتغني صح بتنشز الكلام ده طبيعي انك تاخد تتعلم. بس انت كستايل كامل عالمي. انا بشوف كليبات. انا بقول لك صراحه الاول اكسبيرينس عليك بستار اكاديمي وهيك عم تعمل يعني مقلع بقوه. تيك اوف تبعك بقوه. ثانك يو جايز. يلا انيس بدك شغله مان. انت بطل. ايه ما تسمع حكي حدا يعني. انت بطل مان. ما يهمك عندك اراده يعني حدا قادر انه يدعس، مش انه حدا عنده يهون ما بده يدعس. ما اجلاد عنده يهون، انت عندك يوم وتدعس يعني ناوي بعد ما حتى اسمك هيك فنان. انيس بورحله. عن جد انيس بورحله وحيات الله. حتى رفيق نرجع يا ابني. يا ابني بس يا ابني انا رفيق الجبور بحس حالي اذا بحطوا لي بانو رفيق الجبور بحس بتطلع انه تليانه حاطط هاي الكاسكات هاي الكبيره عم بدا جيتار جبنه عامل دعايه جبنه رفيق الجبور رفيق اللي ديري ارجي باطا سنيانا ما تطلع له رفايل عم يقول هي هادي يا ابو الزنوف حاطط هيدا لون مين مشي بالمود يعني هيدا طبعا على فكره هيدا مكسيك. طيب شابو سوري انت ليه اللي بيحصل لك والله ما عرفت. تفضل. والله نسيت السؤال. مين المطرب اللي تتمنى تعمل معاه ديو لو طلعت من ستار اكاديمي؟ مين المطرب اللي تتمنى او المطربه يعني تتمنى تعمل معاه ديو؟ ليدي جاجا. ليدي جاجا. برونو مارس. فنانه. سيريسلي فنانه او فنان؟ سيريسلي جودي تيست. انا فكرت انه بس اطلع من الاكاديمي اعمل شيء ما تعمل من قبل من اي طالب من طلاب ستار اكاديمي او اي فنان عربي. تعمل. اوكي انا فكرت انه انا ومابيل نعملوا شيء واو. تعمل السنه اللي فاتت نعملوا فيه كوفرز
لاغاني نعملوا نجد اغاني نعملوا ريبريز لاغاني جديده قديمه نعود احنا نعملوها بطريقتنا كثير ان شاء الله صار على الهواء صار على الهواء انت مخرف الببل انت وبالنسبه لي موضوع ايه سكوت موضوع ايه انك ترجع على لبنان بتعرف ما بال عمره صغير بعد مش انه قادره انه اكيد تسافر على الجزائر واو ما فهمت السؤال ما بال صغيرة عمره صح ما في تاخذ قرار انه هي تمسك حالها وتسافر على هذا المنطق صح ولا لا انت من الاشخاص اللي قادر تجي تقعد بلبنان فتره طويله تشوفها تشتغل وتعمل التنفيذ اللي بتقول عليه قادر تجي على لبنان ليك رافائيل انا عايش لوحدك اصلا مش لا انا يعني بتعمل هالشيء كرمال ما بال تيجي بتقعد بلبنان غض النظر اذا مصلحتك والعالم بغيتك صرت تحكي مغربي اذا العالم حبتك بغض النظر بغض النظر عن المصلحه لانه انا اذا جيت على لبنان اكيد من اجل الشغل او من اجل اتعلم اكثر انا فهم اكيد راح ابقى في بلدي ولكن اكيد بغض النظر عن المصلحه اكيد راح ارجع اشوف حتجي على لبنان تشوفها من اسباب وجودك كان تبقى ما بالي يعني اسباب وجودك ان هذا الشيء اشياء من الاشياء اللي بتعملها يعني جاي تشوف ما بال يس تقصدها يعني يس شو راح تسموا الالبوم مانيس لا مانيس حلو مان مانيس كثير اوكي كده تسال رفيق سال ايهاب انا مسال مين سألت أنا سألت؟ سأل رفايل مش سؤال هاي لا سؤال دخلت؟ عشان أنا أطلع أنا كمان يلا أنا ما سألتش يا ماما لا سأل هتسمي الألبوم مانيس قلت قال لك بس سأل دينا مستعجلة؟ لا ثاني بعدين عيد هو في سؤال بيعرف وأنا حتى أقوله سؤال بيعرف إيهاب يلا إيهاب أنا اشتراك كنت مرتبط إيهاب بلع الحكي بلع الحكي كثير بايخس بلا حكي يا جماعه اسكتوا بقى لا غسيل سي تو بلي ماشي بيضاء ما تشيلهاش نسيم نسيم بجد بس لا احترم جو بابا جو بشبكي يلا استنى شنو هي واحد الحاجه اللي كانت فرحك في حياتك حاجة اللي كتفرحك الشيء اللي فرحني في حياتي انه نشوف امي فخوره فيها شوف خليتي والو حنان او نسيم مش انا والله هو يهبط عليه وانت احسن ليك والله انا الشيء اللي فرحني في حياتي لعبوا لعبوا من غير نسيم صح الشيء اللي فرحني في حياتي نشوف امي فخوره فيها دماغ بيك اكيد اكيد يلا حنان انت مزعل منك الفانس كيف هم تحبها لا اكيد امي بي انه هو ودي انه سائل امه اكيد بيقول بي يعني شو يلا حنان اوكي ثانك يو حنان عباس شو معنى الحب بالنسبه لك الحب بالنسبه لي هو كيما ومؤسسه فاشله لا لهذا الزواج ما بتعرف الزواج يا عن جد ما بتعرف الزواج لحظه عن جد ايه صح هيدي الزواج انا رح اساله لازم اساله سؤال واحد اوكي طيب اختار جاوب حب حلو الحب بالنسبه لي هو نفس الشعور اللي تعطيك اياه امك لا لا هذا هو الشعور هذا هو الحب بالنسبه لي هذا وجهه نظري وجهه نظره برغي عينه ما في شيء بيوازي شعور حنان حنان لي انا بابا اوكي سوري انيس انا خريطه بليز اسمع الحب يعني الحب الحقيقي الحب المعنى ديفينيشن هو الشعور اللي تعطيك اياه الام تاعك هذا هو الحب بالنسبه لي انه ما كاش انسان في العالم ما يحبكش قد ما تحبك الوالدتك اوكي يعني ما عندوش هذا الشعور اللي عنده ولكن يقدر يخلق حب يقدر يخلق شعور بينك وبين شخص ثاني حتى انت تكون على يعني تكون شيء مع شخص ثاني انا شخصيا لحد الان
في عمري 21 سنة. وحتى أعرف معنى الحب ما زال لي بزاف. يعني يعني 21 سنة ما لقيتش ما زال ما بلاش ديكا منجا دي هون دي اكزاكتلي لازم تكون عندي خبرة أكثر لحتى أنا أعرف معنى الحب. صح ميرسي انت تفضل يا دلفين. شوف لا جايز كاين موس هنا غيتر موس غيجي شي واحد جايز لا تلعبوا في 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 الاوضه ده نسيمة تسال اسال هل انت تؤمن بالزواج؟ يا كثير حلو السؤال. كم امن بالزواج؟ اكيد امن بالزواج. شفته؟ سؤال نسيم صح اسألني سؤال كيف كيف تسأل؟ هل تؤمن بالزواج؟ بالنسبة لك هل تؤمن بالطويل؟ الزواج بالنسبة لك هل هو مؤسسة فاشلة أو شو؟ لا 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 يا أمي شفت عقب مال عمل اللي هيك شوف ما نقدر عمل اللي هيك نسيم يا طوبر هذا نسيم نسيم أكيد لا طب بس تاني بس هل الزواج بالنسبة لك هو مؤسسة فاشلة أو لا؟ جاوب أني اسمعك 50 دقيقة سكتي يومين يا شباب يلا ليش قمتوا ليش شو عدم الاحترام هذا ارجع ايهاب برافو ما تاخرش يلا ام هلا فسس فشل نو هيك بقول لك انت كذاب انس تزوجتني تزوجت وما تزوجت ما انه لا مي مي بالنسبه لي انس لا عباس هو كان قبل شوي هونيك قال له لما سأله رفايل قال له الزواج بالنسبه لي مؤسسه فاشله ليه كده لا يقال انه الزواج مؤسسه فاشله بس اعطانا دي يقال انه الزواج مؤسسه فاشله انت لسه ما جربت يقال يا سلام بس في عالم كلها متزوجه فيك تعرف نسي انيس فوالا في في عالم متزوجه وزوج ناجح في عالم متزوجه فوالا مش مقياس بلاش عشان خاطر بلاش عشان خاطر بلاش بلاش حسب حسب الكابل ايه شفت شفت يلا سؤال سؤال عباس رفيان اسباب حبيبي انو ايه اسباب سفرك لفرنسا وان انت تعيش لوحدك واثر فيك في ايه يعني استفدت منه ايه ولا يمشي بدايق ولا بتحس بالراحة بس اوكي اوكي قلبي اوكي يا حبيبي بتضايق ايه؟ ماذا جاوب انا؟ شوف هذه حنان طب استفدت منه ايه؟ شو عم يقول يس قول استفدت منه ايه؟ ما بلاش سبب اكسر لك يلا ايدك صح لا انيس موقف موقف يعني وحش او محرج او ايا كان حصل لك وانت لوحدك في فرنسا في غربتك يعني انت ما كنتش وحدك في فرنسا كنت مع عيلتك مع امك اوكي ما كانش وحده ما كانش وحده بس ما كانوش يعني ما كانوش مع بعض كله اه غبيه انا غبيه اسالي سؤال ثاني اوكي موقف انت عملته وحش في حق حد عملت حاجه في حق حد حد من صحابك حد من فاهم وندمت عليه بعد كده موقف في حق حد عشان خاطري تعبان رافائيل حنان وقش حق حد نسيم محترم انه بيفكر مره
بوب. انا شخص مثل مروان قال شيء كثير كثير طرفيه. انا ما بحب ينقال لي انه انت شخص ضعيف. يمكن هالكلمه اكثر شيء اللي متضايقه بترجعني اضعف اكثر، ضعفني اكثر. مره انا ما كنت قد المسؤوليه اللي انعطت لي. يعني انا طلبت اني اخذ هذه المسؤوليه، وهذه المسؤوليه ما كنت قد الحمل. اوكي، ف انت عارف ف ايه ف من وراء انا استفدت من كثير اشي. يعني صلحت الموضوع بعد كده؟ ايه صلحته بس بعد فوات الاوان. ايه اوكي يلا دي انت اوفر وقديم قوي على فكره.